طيب خلينا ناخدكم في جولة سريعة كمان في أول ساعة النهاردة في هذا الصباح لأبرز عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. نبتدي من صحيفة الأهرام: الرئيس يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في ليبيا، السيسي: نتعاون مع روسيا لتسوية الأزمة السورية ومواجهة الإرهاب. طبعا الخبر موجود في جريدة الأهرام الصفحة الأولى، وبيتكلم عن دعوة الرئيس للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف تدهور الأوضاع في ليبيا وتدارك خطورة هذا الوضع. نروح لجريدة الجمهورية أيضا من الصفحة الأولى: السيسي في واشنطن غدا وترامب متحمس للقاء. عندنا قمة مصرية أمريكية غدا، قمة مهمة جدا في إطار التطورات اللي بتشهدها منطقة الشرق الأوسط وآخر المستجدات على الساحة الدولية سواء في فلسطين، ليبيا، سوريا، اليمن. طيب. وجهود مصر لمكافحة الإرهاب. نعم. كمان البيت الأبيض كان أعلن عن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لواشنطن وعزم الرئيسين للبناء على التعاون بين البلدين. معانا أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي في مجلة 6 أكتوبر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، مع حضرتك، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني تعليق حضرتك على ابرز العناوين اللي قريناها، سواء تصريحات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالازمه الليبيه والاوضاع في ليبيا او اللقاء المرتقب في واشنطن. في الحقيقه ان مصر موقفها طبعا واضح تجاه الازمه الليبيه، يمكن احد المواقف المتزنه والموضوعيه تجاه الازمه الليبيه يخرج من الاداره المصريه. مصر داعمه طبعا للجيش الوطني الليبي ولاي جيوش وطنيه، وفي نفس الوقت بترفض فكره يعني الحلول العسكريه بشكل يؤجج الصراع، ولكن بالتاكيد الحلول السياسيه هي المنحه الذي من خلاله يمكن للشعوب ان تنعم بالسلام والاستقرار. اما عن الجانب الجوله الخاصة بالرئيس، أنا أعتقد أن هي جولة مهمة جدا تنطلق من أفريقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن الجولة كمان بتشمل غينيا والسنغال، ويعني أربع دول بالضبط. أنا يعني على مستوى شخصي سعيد أن هناك جولة في غرب أفريقيا، هذا الركن الأفريقي الهام للغاية للدولة المصرية، خصوصا أن احنا بنتحدث عن شعوب في غرب أفريقيا تربطها علاقات وثيقة بالدولة المصرية سواء من خلال قواتها الناعمة خاصة الأزهر، لأن معظم شعوب غرب أفريقيا يعني شعوب يعني ذات طابع إسلامي، وبالتالي الأزهر كان له دور كبير جدا في التأثير على ثقافات هذه الشعوب. أيضا حركات التحرر ودعم مصر، هذا هناك إرث تاريخي كبير جدا من التعاون في فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. مصر دعمت حركات التحرر في هذه الدول بشكل واضح وبشكل صريح، وكانت إحدى الركائز المهمة جدا لتحقيق هذه الدول استقرارها وأيضا استقلالها. وبالتالي الزيارات الأفريقية تأتي أيضا في إطار الاهتمام الهام جدا من الإدارة المصرية في الدائرة الأفريقية، وضعها كدائرة أولى في السياسة الخارجية المصرية. أما عن الجانب الأمريكي، طبعا زيارة تأتي في وقت هام جدا، قرارات أمريكية ربما يعني الجميع ينظر لها باستغراب، خصوصا القرار الاخير الخاص بزياده الجولان، وبالتالي اكيد هناك الكثير من القضايا المشتركه سوف يتم مناقشتها في هذا. شكرا ليك استاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بمجله 6 اكتوبر، ونتابع جولتنا الصحفية. طيب نروح لجريدة الأخبار: صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير في الطريق الصحيح. ده من جريدة الأخبار. وعندنا خبر آخر. طيب خلينا قبل ما ناخد الخبر الآخر يا منى، أنه تكون معنا مداخلة من الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة. طيب خلينا نكمل جولتنا. جريدة المصري اليوم: طرق الأبواب تنهي أعمالها في واشنطن بعد عقد 89 اجتماع مع مسؤولين أمريكيين، التريبي: مفاوضات بين البنك الدولي والحكومة لتمويل مشروع ضخم في البنية الرقمية. ومن جريدة الأهرام أيضا خبر اقتصادي آخر على هامش منتدى دافوس بالأردن: نصر ونصار والمشاط يبحثون مع رئيس البنك الأوروبي المشروعات الجديدة وبرامج لتطوير صناعة السيارات وتدوير النفايات والتوسع في إنشاء المجمعات.
الحقيقة دي مجموعة أخبار اقتصادية بتوضح لنا المشهد الاقتصادي سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. يمكن ما يتعلق بإشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، دي شهادة مهمة جدا بتوضح أنه الاقتصاد المصري بيسير على الطريق الصحيح، لأنه يرجع ذلك إلى إجراءات تحرير سعر الصرف والسياسات النقدية الرشيدة مثلما قال صندوق النقد الدولي، وأيضا استمرار جهود ضبط الأوضاع المالية العامة. صندوق النقد الدولي أيضا أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بيسير على الطريق الصحيح، وأن الحكومة حققت كل أهدافها الاسترشادية في نهاية العام المالي، وأوضحت أنه هذه أوضح الصندوق أن الملفات أو النمو شهد تسارع من 4.2% في العام المالي 2016-2017 إلى 5.2% في العام المالي الماضي 2017-2018. طيب نروح لجريدة الجمهورية. شوقي في مؤتمر صحفي: لا تغيير في التنسيق وامتحان مايو أولي تجريبي أوبن بوك، مسابقة جديدة للتعاقد مع المعلمين في يونيو. من جريدة الأخبار: رمسيس الثاني يستقر بجوار ابنته في أخميم، تجميع 70 قطعة للتمثال الضخمة بعد 38 عاما من اكتشافها محطمة. طيب نروح لجريدة المصري اليوم: أبو ستيت زراعة 1,075,000 فدان أرز، وزير الزراعة: الأصناف الجديدة ساعدت في زيادة المساحات المزروعة بنسبة 25%. طيب الحقيقة دي كانت يعني مجموعة من الأخبار أيضا فيما يتعلق بخبر وزير التعليم. ده كان خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، قال إن الوزارة نجحت في تجربة الامتحانات الإلكترونية ونفذت خلال 10 أيام 1.7 مليون امتحان، وده أكبر رقم في تاريخ مصر وبعض الدول أيضا، وأشار إلى أنه تلقى دعوة من البنك الدولي لعرض تجربة مصر في التعليم. كمان أكد أنه تم توزيع 708,000 جهاز تابلت، وقال أنه امتحان الصف الأول الثانوي في نوعين من الأسئلة متعددة التخصصات واختيار من متعدد، وقال كمان أن المصحح بيتم تدريبه على الإجابات الصحيحة في الامتحان، والأسئلة لا تكون من خارج منهج الوزارة على الإطلاق. هو طبعا يعني ما تقوم به وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي كلها تجارب جديدة وكلها حاجات بتتعمل لأول مرة، فطبيعي لازم تاخد وقتها للاختبار والتقييم، لأنه مش أي نظام بيبتدي بتتعرف نتائجه بشكل واضح من أول سنة أو من أول شهر. احنا في مرحلة تقييم، بس ما تصرح به الوزارة انه النتائج حتى الان حتى وان بدت للطلاب والاهاليهم مش ايجابيه، الا انها ايجابيه جدا بالنسبه للوزاره.